السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد علاء في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. النهاردة معانا خناقة كبيرة أوي، ومش خناقة بالإيد ولا كده، لأ هي خناقة بالعقل زي ما بيقولوا كده، خناقة عن طريق القنوات. النهاردة معانا مشكلة كده يمكن ابتدت من أسبوعين، إلا إنها كانت نقد عادي جدا، وبعد كده تطورت الموضوع. طبعا كان معانا زي ما انتم عارفين ان قنوات النقد دايما بتنتقد المحتوى اللي شايفاه مثلا ايه في ميل كده في كده حاجه مش مظبوطه، فبيطلعوا بينتقدوا فيه، واحنا كلنا كده ماشيين على النهج ده، محتوى بس صنع محتوى قدم حاجه لفت انتباه في حاجه سلبيه ظهرت بنطلع بنتكلم عنها ومفيش ادنى مشكله. لكن من اسبوعين المشكله ابتدت، هي ما كانتش موجوده بس ابتدت. يعني ايه؟ يعني الاستاذ حسن الهلالي طلع واتكلم على احدى القنوات، قناه ياسمين شاهين، قناه كبيره وقناه داخله بسم الله ما شاء الله على مليونيه، فطبعا طلع واتكلم عنها وشاف حاجات سلبيه، طلع اتكلم عنها، هو ما كانش متابع ليها الا انه طلع اتكلم عنها، فطلع ابتدى يظهر السلبيات بسبب سلوبيتا كانت لابساها، بسبب حاجات كتير قوي ابتدى يتكلم عنها، وكلام منطقي. يعني انا واحد من الناس انا شايف ان هو كلام منطقي. ليه كلام منطقي؟ انا واحد يعني عايز اقول لك ايه، انا بقعد وبتكلم مع مراتي واشوف مثلا اللبس ده يا ترى ده ينفع الست تلبسه او تخرج بيه او كده، وهو طلع اتكلم على الحته دي، قالت لا طبعا مراتي يعني واحده من الناس، قالت لا ما ينفعش واحده كسعوديه زي ياسمين، فطبعا ما ينفعش انها تطلع وتلبس حاجه زي كده وتخرج بيه، وحتى لو في ناس بتلبس حاجه زي كده بس مش احنا، في ناس معينه فئه معينه، ما ينفعش ان انت كصاحبة قناة وبتقدمي محتوى ينفع تطلعي باللبس زي كده، لان حتى لو قدمتيه ولبستيه امر طبيعي هيطلع نقد وناس هتطلع وتتكلم عنه، ولازم تدي الفرصة ان الناس تتكلم. ما ينفعش تبقي انت مش عاجبك الكلام وتطلعي وتحاسبني زي ما حاسبنتي في الفيديو الاخير. المهم من اسبوعين ابتدى يتكلم على موضوع السلوبيتا ولبسها والانتقادات السلبية اللي تعرضت له وقفلها للتعليقات والحاجات دي كلها، فطبعا الموضوع وخلص الموضوع على كده. بس عندي ياسمين مخلص، خرجت بعديها باسبوعين يعني في حدود 10 ايام 12 يوم كده ابتدت تخرج وابتدت تطلع وتتكلم تاني وتفتح الموضوع من جديد. طب بتفتحي ليه يا ياسمين؟ ما هو انت اللي غلطانه فيه، وطلعتي وحسبنتي طبعا بعنوان الفيديو حسبنا، وطلعتي وشتمتي، اه ما وجهتيش الشتيمه او بمعنى اصح ما وضحتيش انت بتشتمي على مين، لكن هي الشتيمه عارفه هي رايحه لفين، يعني انت الشتيمه انت شتمتيها وهي عارفه هي رايحه فين، واحنا كلنا يعني اصحاب عقول بنفهم الكلام رايح لمين، فانت ما كانش ينفع ان انت تطلعي وتشتمي ومش عاجبك الكلام الناس اللي بتنتقدك فيه، ده انت في حاجه انتقادات كتيره الناس اتكلمت عنها، يعني في انتقادات كتيره بسبب الفيلا والحاجات دي كلها، بس احنا بنتكلم في نقطه معينه حته حسن الهلالي والكلام اللي طلع اتكلمه، وانت طلعتي واتكلمتي وصفر على الشمال، يا ست هو صفر على الشمال ربنا يجعله يجعلك انت من على اليمين. فيعني انت فاهمه ربنا يجعلنا احنا كلنا على اليمين يا ستي، يعني بلاش كلمه صفر على الشمال انت ايه؟ فطبعا حاجه زي كده زعلان ان هو طالع بينتقدك؟ لا ما تزعليش. انا من وجهه نظري ما تزعليش. ليه؟ لان هو شاف حاجه سلبيه، هو طلع اتكلم على حاجه سلبيه. هتقول لا ده اصل الستات هي اللي بتتكلم والحاجات دي كلها زي ما انت قلتيها قبل كده في الفيديو بتاعك، لا قنوات النقد مش معموله على الستات، لا قنوات النقد لكل حاجه الناس شايفينها غلط بتطلع تتكلم فيها، راجل شاف حاجه غلط بيطلع يتكلم فيها، ست شافت غلط بتطلع هتتكلم فيه، فما قنوات النقد ما تخصصتش لحد، حته ان احنا نتكلم عليكي او على غيرك ده امر طبيعي لان احنا شفنا شيء سلبي. دي اول حاجه طبعا، ورفضت النصيحه منه، قلت ان النصيحه منه على الملأ فضيحه، عندك حق، بس هي قناه نقد، منتظر ايه من قناه نقد غير انها تطلع وتتكلم؟ بس انت يعني حط عقلك في راسك، هتعرفي خلاصك، تعرفي الدنيا ماشيه ازاي، ما ينفعش ان انت تقولي ايه لا ما حدش ينتقدني، او ان انت ترفضي حتى النصيحه وترفضي الكلام ده، ما كانش ينفع. دي بالنسبه لرفضك للنصيحه، قلتي ان هو صفر على الشمال، كتر الف خيرك يا ستي. انا مش برد وبدافع عن حسن قد ما انا ان انا متضايق، لان ما ينفعش ان انت تطلعي تتكلمي عليه او تحاسبيني عليه، هو ما عملش حاجه غلط ما اجرمش. حسن من النوعيه الطيبه جدا، ولما بينتقد بينتقد باحترام، فما ينفعش ان انت تطلعي وتتكلمي عليه كده. وطبعا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم يا ستي لو احنا ظالمينك. طبعا بالنسبه لحته التعليقات، حاولي تتقبلي التعليقات بالسلب او الايجاب، يعني انت مثلا التعليقات انت قفلت التعليقات باليوم اللي انت رحتي في الهايبر وقلتي
الناس بتتكلم والناس بتعمل حقيقي، الناس اتكلمت كتير، بس انت ما كانش ينفع انك تقفلي التعليقات، لان وارد ان هيجيلك تعليقات ولازم تعرفيها، تعليقات اذا كانت سلبيه او ايجابيه. انا واحد من الناس لما بيجي لي تعليقات بشوف التعليق ده ايه وبيتكلم عن ايه، فلازم اشوف التعليق ويا ترى انا مخطئ فيه ولا لا. يعني مثلا في اخر فيديو انا نزلته كنت مصور مثلا في مسجد الحسين وشارع المعز لدين الله الفاطمي، ومصور حاجه دي وحاطط ميوزك في اغنيه اجنبي، اخطات وانا ما بنكرش ان انا اخطات. فطلع واحد بينتقدني وبيكلمني بيقول لي ان انت حاجه زي كده ما ينفعش تقدمها وما تقدمهاش، طبعا لا هحط حاجه دينيه لان المكان نفسه مكان ديني ما ينفعش تحط حاجه زي كده، وقدمت اعتذاري. وده مش عيب، مش عيب ان الواحد يقدم اعتذار لو حس ان هو اخطا، ما يتكبرش. التكبر اول، يعني عايز اقول لك اول طريق للفشل، لا احنا غلطنا فنعتذر وده مش عيب. طبعا عدم تقبلك للنقد دي طبعا حاجه مش صح خالص، لازم تتقبلي النقد، لان قنوات كتيره نجحت بسبب تقبلها للنقد. في حاجات ناس كتيره قوي قنوات عدت بسبب النقد، شافت ايه الغلط وما كررتهوش، وشافت ايه الصح واستمرت فيه. فما ينفعش ان انت ما تتقبليش النقد، وما ينفعش انك ما يعجبكيش قنوات النقد. قنوات النقد بتنتقد الشيء الغلط، فانت ما تزعليش بحاجه زي كده. وطبعا ما تنسيش ان حاجه بسيطه قوي انا عايز اقولها لك والفت انتباهك ليها، انتوا فاتحين بيوتكم عامه، يعني عايز اقول لك القنوات اللي بتقدم روتينات والقنوات اللي بتقدم اي محتويات، انت فاتحه بيوتك مثلا انت او جوزك او فلان او ولادك او اخواتك او وطالعين وبتقدموا محتوى، فانت فاتحين البيوت قدام الناس وقدام المتابعين، فوارد ان اي متابع يشوف حاجه غلط ويطلع يتكلم عنها، ده امر طبيعي وده من حقه اذا كان هيتكلم عنها في تعليق او انك تكون قناه نقد وبتتكلم عنها في فيديو، ما فيهاش قد مشكله لان البيوت مفتوحه على كده، يعني بيوتكم مفتوحه فما ينفعش انك ترفضوا النقد. طبعا دي حاجه. طبعا ياسمين في الفتره الاخيره كمان اتكلمت او في الفيديو الاخير اتكلمت عن ديانتها وبالنسبه للفيلا بتاعتها اللي هي اشتريتها ولا لا، واتكلمت عن حته صيامها، يا ترى هي مسلمه ولا يهوديه ولا حاجات كتير قوي اتكلمت عنها، بس احنا هنلخص الحاجات دي كلها. يعني هي اتكلمت على حته ديانتها، امر طبيعي انتوا شايفينها بعينيكم، واحده لابسه حجاب بتقول لك ان جالي في التعليقات ناس بتسالني انت يهوديه انت مش عارف ايه، ما هي اصحاب العقول في راحه يا جماعه، لا اصحاب العقل يميز، واحده طالعه لابسه حجاب، واحدة طالعة يعني عايز اقول لكم يعني حاجات غريبة والله بتشوفها، واحدة طالعة لابسة حجاب واول ما بتتكلم في الفيديو بتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هتبقى يهودية ازاي؟ طبعا دي اتكلمت عنها وكانت بتتكلم عنها بسخرية. طبعا حتة صيامها في يوم وفاة حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا دي غريبة شوية معرفش دخلت ليه وفاة حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا الحسين او سيدنا الحسن في حته سعاء وعاشوراء، انا ما اعرفش دخلت الاثنين في بعضهم واتكلمت عنهم، يعني اتكلمت عن وفاه انت بتصومي يوم وفاه حفيد الرسول عليه الصلاه والسلام ورجعتي دخلتي يوم سعاء وعاشوراء في الصيام ليه، ما اعرفش انت دخلتيهم ازاي في بعض بس انت اتكلمت عنهم. بس لو هنتكلم عن سعاء وعاشوراء، طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيصومهم لان سيدنا موسى كان بيصوم يوم عاشوراء، فاحنا بطبيعتنا عشان ان احنا بنخالف حاجه زي كده فصمنا يومين مع بعض. احنا اولى بسيدنا موسى ولكن زدنا عليه في يوم تسعاء وعاشوراء، لكن هو كان بيصوم يوم واحد. بالنسبه حته قفلك التعليقات طبعا اتكلمت عنها، ما ينفعش ان انت تقفلي التعليقات، لازم تستقبلي كل التعليقات بالسلب والايجاب عشان تعرفي ايه وقناتك تعلى ما تقلش، لان الناس وصلوا لك بسبب قناتك دي، ان هو قناه يعني يعتبر ايه؟ ناس حبتك، فما دام حبوكي لازم يتواصلوا معاكي، ما ينفعش ان انت تقفلي التعليقات وما تجاوبيش على اي حد فيهم. طبعا اتكلمت عن شرائك للفيلا وللاسف الشديد يعني دي برضو حاجه انا شفتها غريبه قوي. حته الفيلا الناس بيسالوكي شويه انت اشتريتي فيلا، لا انت بعتي فيلا، لا انت بتاجري فيلا، انت ايه؟ يعني بالعقل كده وبالمنطق انت ايه؟ لما انت بتقولي الناس متابعينك مش عارفين عنك اي حاجه فبيسالوكي، انت ليه غامضه؟ ليه الغموض؟ ما انت ناس بتسالك بتقولك ان انت اشتريتي فيلا او الف مبروك على الفيلا، ما طلعتيش ليه قلت ان انا لا ما اجراها؟
ما قلتليش ليه؟ قلت لا ده انا قاعده في فتره معينه وقت معين، انا جايه مثلا بصيف، انا جايه اقعد في فيلا معينه، جايه اعمل اي حاجه، وطلعي واتكلمي عنها. لكن ان انت ما ترديش على متابعينك لما بيباركوا لك وبيقولوا لك الف مبروك على الفيلا، انت ما رديتيش، فطبعا ده غموض. طبعا اتكلمت برضو في اخر الفيديو، يعني برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلمت عنها، بتقول لك ان الحاجات دي كلها مش هتفيدكم كتير. طب ازاي مش هتفيدنا كتير؟ امال انت طالعه ليه بتتكلمي عنها؟ يعني انت برضو بتكلمي ان الموضوع بتاع الفيلا او كده مش هيفيدنا كتير، او ان السلوبيتا اللي انت لبستيها او ديانتك ايا كانت الديانه بتاعتك، الكلام الكتير اللي اتقال بتقول ان الموضوع ده مش هيفيدكم كتير. ازاي؟ ازاي انت بتقولي حاجه زي كده؟ امال احنا لو مش هيفيدنا كتير، امال انت ليه طالعه وبتعملي فيديوهات وبتنشئي محتوى وانت مش عايزانا نعرف عنك حاجه؟ انا لو حد طلع وسالني على شيء واتكلم معاه على حاجه انا هرد عليه. لو انا الموضوع مش هيفيده خلاص انا ما اطلعلوش اصلا، ما هم متابعيني دول ما دام سالوا يبقى لازم احنا نرد. طبعا اتكلمت عن الفيلا واتكلمت عن حاجات كتير قوي، انا مش عايز اطول على الناس وعلى المشاهدين، بس ده كان موضوع. بس يا ريت يا ريت يا ريت لما حد يجي يتكلم معاك او ان حد ينتقدك في شيء، ما ينفعش ان انت ترد عليه بشتيمه بسب لسبب واحد، لان هو بينتقد محتواك مش بينتقد شخصيتك، هو بينتقد المحتوى اللي انت قدمتيه وطلعت بيه. فيعني يا ريت نتقبل النصيحه. وطبعا جيت في نهايه الموضوع، ما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك في القناه، واللي وصل معايا في اخر الفيديو ما ينسانيش باللايك الجميل والتعليق اللي انا حابب ان انا طبعا اشوفه منكم. واذا كان في اي اسئله انا تحت امركم، وهسيب رقمي في الوصف. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.